ونصب بتاع الخيمة اللي بينصبوها، ثم دخل عليها فقالت له: ما شاء الله، أكما يفعل بالسبية الأخيذة والأمة الجليبة؟ والله لا يكون ذلك حتى أذهب إلى أهله. دخل الحارث بن عوف وهو سيد العرب على أوس بن حارث الطائي يريد أن يخطب إحدى بناته، فدخل أوس على امرأته وقال لها: دع ابنتك الكبرى. فقال لها: يا بنية، إن الحارث بن عوف سيد بني مرة جاء ليخطبك. فقالت له: لا تفعل يا أبي، فأنا لست جميلة ولست بابنة عمه وقد يطلقني. يعني مش موافقة هي. قال: قومي بارك الله فيك، ادعي أختك الوسطى. فجاءت أختها الوسطى فقال لها: يا بنية، هذا الحارث بن عوف سيد بني مرة جاء يخطبك. فقالت: لا تفعل يا أبي. قال: قومي بارك الله فيك، ابعثي أختك الصغرى وهي بهيسة بنت أوس. اللي هي بهيسة بقى اللي ضرب بها المثل بقى. فقال لها: يا بنية، هذا الحارث بن عوف جاء ليخطبك. قالت: افعل ما ترى. قال لها: لقد عرضته على أختيك فأبتاه. فقالت: ولكني الجميلة وجها الرفيعة خلقا، فإن طلقني فلا أخلف الله علي. قال: قومي بارك الله فيك. فلما وافقت دخل على الحارث وقال: بورك لك يا حارث، فإني زوجتك بنتي بهيسة، فبارك الله لكما. قال الحارث: وأنا قبلت. ثم قال لامرأته: هيئ ابنتك لزوجها واصنعوا لها فسطاطا في فناء البيت. وبالفعل صنع الفسطاط، وحملت بهيسة إلى الحارث داخل الخيمة التي صنعت لهما عشان بقى يقعد وياها. فلم يمكث طويلا حتى خرج، فقال له ابن سنان: أفرغت من شأنك؟ قال: لا والله يا ابن سنان. قال: ولما؟ قال: جئت لأقترب منها. فقالت لي خد بالك بقى من الكلام، عند أبي وإخوتي؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فقال: وما دام لا ترضى عند أبيها وإخوتها فهيا بنا نرحل. فأمر بالرحيل، فخرجوا إلى الطريق وساروا طويلا. ثم قال الحارث لابن سنان: تقدم أنت ودعنا، أي اتركنا بمفردنا. تقدم أنت يعني بحبح كده شوية وسيبنا يعني متأخرين. ثم حاد عن الطريق ونصب خيمته ثم دخل عليها. فقالت له: ما شاء الله، أكما يفعل بالسبية الأخيذة والأمة الجليبة؟ والله لا يكون ذلك حتى أذهب إلى أهلك وبلدك وتذبح للبذر والغنم وتدعو سادة العرب وتصنع ما يصنعه مثلك لمثله. الشاهد ما قبلتش برضه في الشارع. فلما ذهب ذبح لها الإبل والغنم ودعا سادة العرب، ثم دخل عليها فقالت له: لقد ذكرت لي بشرف ما رأيت فيك منه شيئا. فقال لها: ولما؟ فقالت: أتفرغ للنساء والعرب يقتل بعضها بعضا؟ حرب عبس وذبيان، وتفرغ أنت للنساء والعرب يقتل بعضها بعضا؟ اذهب فأصلح بينهما ثم عد لأهلك فلم يفوتك مني شيء. قال: فذهب هو وابن سنان إلى عبس وذبيان وأصلح بينهما، وتحمل ديات القتلى 3000 بعير يؤدونها في 3 سنوات، ثم عاد فقالت: الآن يا الله. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الإشعارات ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.